RML راديو. مرحبا من جديد في تغطيتنا الخاصة البلاتو الخاص بمباراة تونس وغينيا الاستوائية. نذكر فوز المنتخب الوطني التونسي في أولى مباراة تصفية كان رباعية نظيفة ضد منتخب غينيا الاستوائية. بعد شوية باش نمشيو للتصريحات لما بعد المباراة مع محمد هادي بخوش. لكن قيس اليعقوبي الشوط الأول وفي صفر مقابل صفر، قلنا أنه من المفروض أن يصيروا تغييرات في الشوط الثاني، صاروا التغييرات و النتيجة 4-0 رباعية. أداء ونتيجة يظهر لهذا اللي كانوا يلوجوا عليه الناس. تفقين عليه، احنا المشكل في الشوط الأول هو كان معناها التعامل الغير معناها احترافي مع الفرص اللي صارت، معناها مونك دو تهاون مونك دو كونسيستونس بالنسبة للملاعبين نتاعنا. خلقنا تقريبا صنعنا 6-7 فرص ما سجلناهمش. الشوط الثاني تغيرت الامور لانه دخل لاعب، خلينا نقولوها بكل صراحه، يوسف المساكني غير وجه الفريق. اوكي، مع بعض التعب اللي انتاب الفريق المنافس ما عادش يدافع كما كان، دونك مع التعب تكثر الاخطاء واستغلينا الاخطاء، لكن دخول يوسف المساكني غير الكثير من الاشياء. سليتي صراحه قام بمباراه ممتازه جدا، ارقامه عاليه اليوم، هدف وثلاثة أسيست تقريبا. إلي دون لافولي متاع البرفورمانس متاعه مع فريق الاتفاق السعودي في الدوري السعودي. دونك الحارس والدفاع لم يقع اختبارهم، خنقولوها صراحة، لأن الفريق غينيا الاستوائية وصل لنا تقريبا مرتين عن طريق كرة ثابتة، يعني كورنير. دونك نجم نقولوا أنه الامتحان الأول للمنتخب، حبش نقول جلال القادري بعيد على شخصنا، الامتحان الأول للمنتخب باش نقولوا أنه نجح في الامتحان متاعه، لأنه الأداء كان أداء مطمئن، النتيجة كانت نتيجة إيجابية جدا، الجول ديفيرونس في صراع مع المنتخب الليبي على المرتبة الأولى في المجموعة متاعنا. دونك نمشي والبوتسوانا بمعنويات مرتفعة، والحديث عن المونديال يبدأ بعد مباراة بوتسوانا. ما زلنا احنا في المغامرة الإفريقية 2023 في الكوت ديفوار. نعيم سليت دقيقة 56، وليد سيف الدين جزيري دقيقة 77، يوسف المساكني دقيقة 80، ويوسف المساكني كذلك دوبلي في دقيقة 85. سيف الجزيري ويوسف المساكني دخلوا في وسط اللعب. هنا كل سؤال يعطينا رأي فيه الكوتش، وقت اللي ملاعب يدخل ولا يعمل أسيست، هل هو كوتشينج ولا لي سيركونستانس قالوا انه يوسف المساكني حتى كان هو دخلوا كور دو جو؟ يوسف المساكني وسيف الجزيره، خلينا نكون واضحين، عاده ما كانوا حاسمين في الفتره الاخيره مع المنتخب الوطني التونسي، وعاده ما سجلوا الاهداف. معناتها اليوم سي با لو كوجيني، معناتها ولا الكوتشينج اللي هبط سيف ولا يوسف غيره، اما يوسف المساكني وسيف الجزيري من العناصر المهمه ومن الارقام المهمه. انا سيف الجزيري شخصيا نؤمن به برشا الطفل هذا، رغم ما يقال عليه معناتها الجمهور التونسي. بالنسبه لي انا ضروري ان يكون في المجموعه على الاقل الموسعه تاع المنتخب الوطني التونسي في ظل المشاكل الهجوميه اللي عندنا، لكن ايضا يحسب لجلال انه التايمينج والوقت اللي اختاروا لاقحام يوسف المساكني وسيف الدين الجزيري، وايضا مش نحكيه على الفورمه الكبيره تاع نعيم سليتي، خاصه كوتش كيمشي على الجهه كيمشي على الجهه اليمنى، لانه ما بداش على الجهه اليمنى، نعيم سليتي بدا على اليسار، كي خرج في راس تحول على الجهه اليمنى وكان حاسم ومردود كبير الحقيقه، هو حتى منذ الشوط الاول الحقيقه نعيم السليتي في تواصل مع مردود ومع الفريق نتاعو مع الاتفاق السعودي، رينا الهدف الممتاز اللي سجله، حاجه باهيه برشا يكون عندك نعيم في فورما، يكون عندك يوسف كي يدخل يسجل، يكون عندك سيف كي يدخل المقابله الجايه، راهي في ظرف صغير برشا، راهو لو 5 مع النهار 5. دونك يبدو انه زاد جلال تعامل مع زوج مقابلات كباكج، مش مع كل مقابله وحده، وهذا مهم برشا. دونك نتصور انا الحقيقه نتصور انه المقابله الجايه تصور يوسف المساكني وسيف الجزيري ينجموا يبداوا اللقاء تاع بوتسوانا كاساسي. قبل ما تسألني نتصور أنه زاروق محضر لي السؤال هذا، ما خليني نونتيسيبي أنا، يقول القائل علاش ما تبداش بيوسف وتبدأ بسيف الدين الجزيري؟ نحاول أنا ندخل شوية في مخ، وهذا ما يسمى بالتليباتي، نحاول ندخل شوية في مخ جلال القادري. بالنسبة لي الجزيري ويوسف سي دي سيرتيتود، متأكد منهم يعرفهم، اليوم يحب يشوف فريمون حنا بعد المجبري من الأول، ويعطيه ساعة ولا ساعة وعشرة دقائق باش يشوفوا كاسكيل فو
مع المعوقات الموجودين معنا بعد المجيب اللي حكينا اليوم، وهو طونجو ضعيف متاعه، حاب يشوف فراس بالعربي كذلك كيس كيلفو بعد الفان تشامبيونا اون ترومبلي عملها. دونك ما تنجمش تلوم على جلال انه ما بداش بهم. كوتشينغ المدرب ولا اللاعبين، احنا هنا توجور اولى كونفيرماسيون اللي في الماتش وقت الصعاب يسلكنا ديما يوسف المساكني الجزيري، تنجم تقول عليه كل شيء، تنجم تحكي عليه كل شيء. احنا فنانين في قتل المواهب، احنا في تونس فنانين في قتل المواهب. جات فتره في النادي الافريقي قتلوه بالانتقاد، وليد ما عادش ولا يتخبى، ما عادش يطلب حتى الكره. انا عندي مثال اخر، عندنا راس حربه من اعلى طراز كان يلعب في الترجي الرياضي التونسي اللي هو هيثم الجويني، معناها كاليتي تكنيك اللي عنده بظهر والضرب بالراس والتحم، قتلوه الجمهور ولا يخاف معش اغزلوا. تو في ليبيا مترشق الى لو بوتور نتاع الشامبيونان في ليبيا، يلعب في بنغازي. دونك بالنسبه لي انت نعاود نرجع له وانا الهدف لو ديكالاج نتاع يوسف المساكني لو سونتراج مليمتري، اي نشوفوا استيتيكمون كيفاش ضربها بالراس والقوه نتاع عمليه قطع الكره نسميوه احنا كوبي لا تراجيكتوار، نجم يعملها كان ان افون سونتر راسي. برافو 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 سيف الدين جزيري، وان شاء الله يكمل هكا. نمشي نقول رادس وموجود مع محمد هادي بخوش على ما يبدو. جلال القادري هادي، مساء الخير، مرحبا. مرحبا بك ايمن، مرحبا بالساده المستمعين مباشره هنا من السال دو كونفيرونس في رادس والناس. مون جلال القادري مدرب المنتخب، مرة أخرى نأكد كيف ما حكينا قبل المباراة، كنا نعرف أن المباراة مش تكون صعيبة، نتيجة صحيح تسمع تو في نهاية المباراة 4-0 وكانت تنجم تكون أكثر، لكن شفنا بدايتها من ناحية ذهنية ما كانش حاجة سهلة علينا باش نتعاملوا مع المباراة هذه، كانت فترة صعيبة، فترة تاع اللاعبين كانوا فيها تقريبا في نهاية الموسم، في فترة لكل حد وظروف تاعو في النادي تاعو، حكينا على الظروف هذه كل، لكن اليوم الحمد لله الشوط الاول يظهر لي حضر الاداء، سيطرنا سيطره ميدانيه، ليزوتوماتيزم اللي حكينا عليهم خلقنا على المستوى الهجومي يمكن من المرات النادره اللي نقلقوا 6 و7 فرص في الشوط الاول، غابت النجاح الحمد لله، ما تخلناش بعضنا، بقينا كالم، بقينا سراء، لي شونجمون اللي صاروا في الدوزيام ميتون، لابتور نتاع دي جوار سيد اكسبيرمونتي، دخول نتاع يظهر لي علي معلول نتاع يوسف، نفس الشيء محمد علي بن رمضان، اعطانا اكثر ديسبوزيسيون، وصلنا لنفس النسق من الناحيه الهجوميه، شفنا فريق يلعب في بانوي، وكونك تبقى مركز، كونك رغم الظروف الصعيبه هذه كله تخلق الكم الهائل من الفرص، وكانت حتى قاعد نجاحنا هدف لصفر واثنين لصفر، كان ديما ثم رغبه من الملاعبيه ثم اونفي في الجو قدام، هذه الحاجات ايجابيه، شفنا عده اشياء ايجابيه اليوم في روح المجموعه، كما اللي لعب كما اللي دخل نفس اللي تهدف فيه، هذوما المكتسبات الحقيقية بخلاف الانتصار. دونك اليوم شفنا بعض اللاعبين علي العابدي على الجهة اليسار واختصار الكتابة على الجهة اليمين نفس النجاعة نفس الفاعلية، وهذا مهم جدا، يعطي قلوب مهم في المنتخب كيف يكون عندك لاعبين اللي قادرين يعطوك مركز واثنين بنفس الجودة. أنا بعد المجرب يتحول من مركز الاثنين للثلاثة، دونك اليوم شفنا حاجات أولانا على المستوى التكتيكي بوكو دو فليكسيبيليتي بوكو دو جينيروزيتي من الناس الكل. دونك يظهر لي المنتخب بعد الفرحه بعد الفوري تاع تاهلنا بقينا ثقينا على الارض طوينا الصفحه هذه بدينا التصفيه تاع الكاس الافريقيه بشديه كبيره بروح كبيره. لو ميساج اللي حبيت نعطيه للولاد الكل اللي ريال غارونتي ما ثم حتى لاعب يضمن مكانه الا ما يكون متواجد في كاس العالم. سول لي فور كي باي جينيروزيتي في لي فور نتاعنا اليوم وانضباطنا هم اللي عملوا الفرق، حققنا نتيجه ايجابيه فرحنا. اليوم ننسوها، عندنا غدوه رحله صعيبه برشا، ان شاء الله نكونوا موفقين ونعرفوا كيفاش نتعاملوا مع بقيه فتره التحضيرات كيف المباريات مازال. هذا كان جلال القادري مدرب المنتخب الوطني التونسي في انتظار سؤال من احد الصحفيين، ولكن تحبوا نسالوا سؤال ايمن كان عندكم سؤال. باهي يقعد معنا ثماشي سؤال نجم نوجهه لجلال القادري قيس اونتر تون نجم نوجهه في هادي بخوش. تو يقول قيس يعقوبي سألك. اي ماذا بيا ماذا بيا انا في اي يسمع فيك يسمع فيك هادي تسمع فيها هادي تسمع فيها هادي نسمع فيك نسمع فيك قيس. السؤال هو اسكو جلال القادري متقلق شويه من الوضعيه نتاع حنا بعد المجبري في الفريق نتاعو مانشستر يونايتد في الفتره ذي نتاع
مدرب جديد باش يجي ورا دي ديبار دي زاريفي والطونجو نتاعو ضعيف وشفناه اليوم تاثر برشا على مستوى المنتخب، قدم صراحه خلينا نقولوا نسخه متوسطة وتحت المتوسط. هذا واحد، هذا السؤال الاولاني دوزونا هما. والثاني علاش العاشوري تقريبا 4 أو 5 دقائق كهو فقط؟ نفس العمليه صارت في الدخول نتاع بوكود اوتوماتيزم بين سرجاني اليوم ما بين نعيم فليتي علي العابدي في البريمير ميتون، دونك كنا نتعداه نجحنا باش نوصلوا اللي غاب هي الكونكريتيزاسيون. دوزيام ميتون تقريب نفس الاداء لكن فرضنا اكثر ضغط، الريتم اللي لعبنا به يمكن نوفق شويه الشوط الاول كونه كان تم شويه بطء في تخريج الكوره، عمليه تخريج الكوره من اللي خلينا المنافس ينجم يتكثر في تعقيدة، لكن دوزيام ميتون عطينا ديفونسيون فارم كونه في الرولانس في المونتي دو بال نحاولوا نكونوا اذرع الفيكساسيون والجو اونتري ليني بور ليبيري فوكو لي كولوار نجحنا فيه. الدخول نتاع اللاعبين اصحاب الخطر زاد عطانا دي سوليسيون اللي يعرفوا يلعبوا في مساحات صغيره، الحمد لله كنا موفقين. محمد ريدي بخوش راديو يا فهم جلال. اليوم رينا حنا بعض المجمي تقريبا في أسوأ نسخه، خلينا نقولوا ما تخلش بالكديس المباراة، هل هذا يعني في يقلق خاصة مع فريقه مع فريقه مانشستر يونايتد يعني مش قاعد يلعب برشا خاصة زاد تبديل ليزونترونور؟ هذا بالنسبة لحنبال المجبري، بالنسبة لعاشوري علاش 5 دقائق كهو خالص؟ بون بالنسبة لحنبال المجبري ما نوقفش برشا صحيح، ينجم احنا نأمل من حنبال كونه باللي شفناه في مستوى البطولة العربية ينجم يكون أفضل من هكا، لكن تكتيكيا حنبال كان ممتاز. شوية دي شيء خسر الكورة ولا فين، لاعب عمره 19 سنه اول مباراه ليه رسميه في رادس مع الاجواء الجماهيريه، قد يضرب قد يضرب، دونك لونفي كانت موجوده، لا ديسبلين تكتيك كانت موجوده. وان برومي ماتش ضد ادفيرسير فاري، نعتقد اللي قدم مباراه محترمه ما يلزمناش نكونوا قاسين عليه. الانتيغراسيون تاع دي جون جوار ماهوش باش يكون من اول مباراه يعطيك رونتمون معناتها امبيكابل 100%، اليوم كومبيتيسيون اخرى. حنا بعد قاعد يلقى في اللي تراث نتاعو في ليكيب ناسيونال لازم ياخذ بشويه بشويه الستاتيو نتاعو، دونك لازمنا نصبروا على ان جون جوار، لكن المؤشرات اللي وراها حنا بعد ولا الامكانيات خاصه اللي نشوفوا عليه فيها احنا في ليزونترينمون نتاع ان جوار قادر باش يعطي اضافه كبيره. بالنسبه للعاشوري لازم ديما اونترينور الانتيغراسيون تاع ان جون جوار زاد نوفو جوار لازم تختار لها الوقت المناسب. في بدايه المباراه مازال ما يعرفش الاجواء نتاعنا، مازال تقريبا 3-4-0، لازم نلقاو الوقت المناسب باش ندخلوه. وقت تقدمنا في النتيجه حبينا نعطوه ان طون جو، لكن زاد لازم نخمو دينا في ليز اوتوماتيزم. يهمني برشا باش نشوف لي روتار نتاعي نعيم يوسف فرجاني، دونك هذوما دي بوان روتار سورتو في الفاز اوفونسيف مع دخول الجزائري، اعطيناهم ان طون جو باش يلعبوا مع بعضهم. شفنا بوكو دوتوماتيزم، شفنا بوكو دي لوسيديتي في اللعبه نتاعهم. بعد خل 5 دقائق ماهوش مقياس، لكن شوي يبدا يتنتقل في ظروف باهيه. لكن جلال القادري ايمن في انتظار تصريحات بعض اللاعبين. واضح جدا هادي بخوش في انتظار شويه تصريحات من زون ميكس، دونك جاوبك ذولي على سؤالتهم بعد نرجع لك. اسكو اقنعتك اجابه صديقك جلال القادري ولا لا؟ صديقي واتشرف بذلك وزميلك جلال القادري. دونك فوالا شويه احصائيات، 70% 30% نسبه الكره لمنتخبنا، 17 تسويبه مقابل 3، ونتيجه الحقيقه معناها 4. بلاش كانت نجم تكون خيره، نجم تكون اكثر، كانت نجم تكون اكثر، كان منتخب وفق في تشتيم الفرص نتاع الشوط الاول، لكن تقريبا في الشوط الثاني خلينا نقولوا 4 أهداف ما كانش، ما ضيعش برشا الكرات، رغم انه حتى في الشوط الثاني هاي ما كنا نجم نسجلوا اكثر. وكي يدخلوا راه اصحاب الخبره، نحكي على علي معلول، نحكي على سيف الجزيري، نحكي على يوسف المسيكني، اكيد احضر التسييم ونبداو ناخذوا فكره. ربما كوتش قيس يعقوب يحضر لنا حويجه بعد شويه اكيد للساده المستمعين. هذا قرض، هذا قرض ليمن، هذا لا عاد سالك هو كوتش قال لك فضلك بور لو تاكيني. دونك قالها جلال، قال نحب زاد نطمن على اللي تحب كسكروت، قال لي لا والله العظيم نحب نطمن على روبير، ملعبيه روبير نتاعو اكيد الملعبيه اللي عاول عليهم اصحاب الخبره اللي عاول عليهم في الاوقات الصعبه خاصه، ونلقاهم الحمد لله، نلقاهم حاضرين. كي نحكي على علي معلول، نحكي على يوسف المساكني، نحكي
على سيف الجزيري، وهذا مهم كما قلنا لبقية المشوار. شو المنتخب اكيد انه باش يخرج بالمجموعه هذه ان شاء الله في المرتبه الاولى، ما نصورش انه منتخب بوتسوانا ولا حتى ليبيا ولا غينيا الاستوائيه باش يقلقوا المنتخب نتاعنا، لكن الفائده في اللي جاي وفي الوجه المشرف ان شاء الله في التحضيرات لكاس العالم ولكاس العالم. نخرج فاصل ثم نرجعوا، مازلنا ما نعلقوا ما نحكيوا على فوز منتخبنا. مرحبا بالجميع وبكل مستمعينا، في انتظار انه ناخذ شويه تصريحات من الملاعبيه، ملاعبيه المنتخب الوطني التونسي، قبل سمعنا المدرب جلال القادري علق على فوز المنتخب. خلينا نقعد معك وليد حمني، خو رايك في وجهه نظر قيس اليعقوبي. نحن تو نحكيوا على تصفيات كاس افريقيا، مستنسين نمشوا للكوب دافريك، ما عندناش مشكله في اننا نتاهلوا لكاس افريقيا. قيس اليعقوبي يقول ما نخمو في الكاس العالم الا ابارتير من ستاج نتاع الجابون، هذوما ناخذوهم تريزو سيريو. وفما شكون ما يمشيش ياسر في وجهه نظر قيس اليعقوبي، يقول لك حتى وكان هذوما شويه رسميين على الورق مباريات رسميه، لكن فيها طابع تحضيري، ما نقولوش ودي تحضيري، عينينا اوكي اليوم ماتش اوفيسيال لكن عينينا على التحضيرات، عينينا على كاس العالم. دوزونا نجموا نستغلوا احنا خرجك راس راس مع قيس اليعقوبي، اوكي انا ما عملتش بالعكس نبار نبار معنا بالعكس ولو اني فنيا مش في موقع راني باش نتجادل انا قيس اليعقوبي باش نبدا واضحين. شكرا على شكرا على تواضعك، لكن تفضل خويا مرحبا. فهمتني، نجموا نستغلوا المقابلات هذوما، ما نساوش فما راهو جورني فيفا اخرى في سبتمبر، كوتش كان مانيش دوبل كونفرونتاسيون، دونك هذا الكل مهم. الجلال القادري راهو مع المقابلات التحضيريه والوقت باش يكون يتريكي ياسر، معناته الوقت باش يكون قصير ياسر، لازم جلال يستغل المقابلات هذوما باش يزيد يتعرف اكثر على المجموعه. باش ياخذ وقت قبل كوب دي موند، باش يهز التروب نتاعو تقريبا كنا اسبوعين قبل كاس العالم، باش يهز الفريق نتاعو، لكن مش كيما مقابله بطبيعه الحال، تعرف قيمه الكومبيتيسيون كوتش. دونك بالنسبه لي انا الحقيقه الى جانب ان المقابلات هذوما باش تستغلوهم ان شاء الله باش نضمنوا مكان في الكاس افريقيا 2023 في الكوت ديفوار، باش يكونوا مهمين ياسر مع دي سبارينغ بارتنير، معناتها محترمين زاد. خلينا نقولوا راهو اليوم حتى في افريقيا تقول لي لازم نترشحوا، لكن المفاجات كانت حاضره عديد المرات، عديد المنتخبات الكبيره ما كانتش حاضره في النهائيات. دونك مهمين من ناحيه انه نحصدوا النقاط ونتاهلوا ونضمنوا التاهل نتاعنا على بكري ايمن، وكذلك نستغلوهم الاعداد، شوفوا نجموا نطبقوا خطه سنين ثلاثه للتحضير. تعرف احنا حتى المنتخبات اللي باش نواجهوها في كاس العالم كل منتخب عنده طريقه اللي يلعب بها، كل المنتخبات الخصائص نتاعها تختلف، مدارس مختلفه، مش كيما فرنسا، مش كيما الدنمارك، مش كيما ايفونتويلمون بيرو اللي احنا نرشحوها باش تكون اكثر موجوده في المجموعه. دونك نجموا نستغلوهم باش نضمنوا الترشح نتاعنا، وفي نفس الوقت نحضروا رواحنا للكاس العالم المهمه اللي ما نكذبوش على رواحنا، راهو ماهيش باش تكون سهله للمنتخب الوطني التونسي في ظل المجموعه اللي جينا فيها. تحدثت على زوز نقاط، خمس دقائق فقط للعاشوري ومردود حنبع للمجبري، هذوما زوز نقاط تحدثت عليهم وتوجهت بسؤاليهم لجلال القادري واجابك. هل شنو رايك في الاجابه نتاعو؟ اقنعتك؟ هل اقنعك جلال القادري؟ خرجني راس راس مع جلال، باهي نفتح السؤال اللي بعده. تحيه لصديقي جلال وزميلي جلال، بيان سور عنده ان بلان بالنسبه لكل ماتش، عنده ان تون جو يحضروا قبل كل ماتش. العاشوري ما نساوش انه سي كالكان كي ديبارك، سي ان نوفيس بالنسبه للمنتخب في تفكير المدرب، صعيب ياسر باش دخلوا الاجواء التونسيه في سافيزا وتعطي ميتون ولا اكثر. نوافق جلال في هذا السؤال، ما مشاش الجلال بالكلفيه اللي حبيت انا نتاع حنبع المجبري. انا المشكله نتاعي نتاع حنبع المجبري انا قلتها من قبل وهاباش نزيد نعاودها، سي ان جوار اون ديفونير، باش يولي ملاعب كبير ان شاء الله حسب اللي وراه، هذا نعرفوه. لكن الوليد احنا مشكلتنا ماني قلت لك عاد، الجزائر عندهم محرز ومصر عندهم صلاح، واحنا نحبوا يولي فيسع المجبري 19 والاخرين يلعبوا في 30 31 سنه. شوف الباركور نتاع صلاح، نحكيوا اليوم على ليفربول وين بدا، يانج بويز، فيرونتينا، روما، تشيلسي، ما نجحش في المحطات الكل، وبعد ما شاء الله الى اكسبلوزي. شوف محرز وين بدا، في ديفيزيون 2 في فرنسا كيما قال نقولوا كونتي، وبعد مشى ليستر سيتي، وبعد شفنا محرز الكبير. دونك يلزمنا نكونوا شويه صبورين مع حنبع المجبري. اثنين، يلزم يلقى حل البلان دو كارير نتاعو من موناكو، من لي جون، اليوم في مانشستر يونايتد،
بري الجمعيه يلعب فيها مانشستر اليوم بوجبا ما ينجمش يكور فيها وباش يخرج. نحكيوا على بوجبا ما ينجمش يكور اليوم, يخموا باش يجيبوا فرانكي دي يونغ من برشلونه وسط الميدان مع خروج ماتا مع ماتيتش, صعيب ياسر باش يلعب. حنا بعد خلينا نقولوها بكل صراحه, البلون دو كارير نتاعو اليوم وجايته كوب دي موند يلزم اليوم المدرب يتدخل والديريكسيون تكنيك والجامعه باش يعاونوا الوليد انه يمشي يكبر في بيئة فيها برشة طون جو, فيها منافسة أوكي لكن فيها برشة طون جو. قيس يعقوب يخم فيها معك على حنا بعد المجبر ومانشستر يونايتد, ثم لعبي فرد جينيراسيون فرد كاتيجوري فرد أنيت دو نيسانس مع حنا بعد المجبر يكبروا مع بعضهم اللي هو إيلانغا. إيلانغا قاعد يلعب باش ما نقولوش اساسي اساسي لكنه قاعد يلعب, عنده طون دو جو مهم جدا, قاعد يسجل في البريمير ليغ, يسجل في الشامبيونز ليغ, موجود ومعمل عليه المدرب وش يعملوا عليه, تعدى باليه اخر هاو عندهم نفس العمر. هنا علاش ديما نقولوا حنا بقى اللاعب نتاع مستقبل, لاعب مازال ناقص, لاعب كذا, مش ديما نقولوا انه العمر هو معناتها كان ناقص. هو تبارك الله علي شفناه اليوم جلال القادري قال لك يلعب في فلونترمو حاجه خارقه العادة جلال ني با بيت, لكن اليوم توقيت اللعب بالنسبة لتطور لعب شوف لونترمون ما يطوركش, ما يطورك كل كومبيتيسيون الكومبيتيسيون يزمو il doit enchaîner les matchs, يزمو يكونوا متسلسلين les matchs, يزمو اللي يعمل 3000 دقيقة في العام و2800 يوصل حتى 4000 دقيقة في الموسم ويلعب, دونك يزمو فريق اللي نجم يلعب فيه. اليوم خلينا نقولوها صراحة يا اخي, انا قاعد نقص من الوليد ما نجمش يلعب في مانشستر الوليد مازال من احنا نقولوا الوليد تو خاطر لي جون علاش يا لونغا ما نقولولوش عليه وليد ها والقدام فما فرنانديز وكريستيانو وراشفورد هذوما الظروف لا هذوما الظروف هذوما الظروف التدريب الظروف نتاع الفريق الغيابات هو عنده منافسه كبيره كبيره برشا في وسط الميدان ويكون ما لقاهاش إيلانغا. هذا واحد بالنسبه لحمل حنا بعد المجبري خلينا نسكروا الموضوع. انا لي زونسينيومون بعد الماتش هذا اهم حاجه خلينا نستخلصوا شو استخلصنا منه الماتش هذا, خذينا لي 3 بوين باش نمشيو عندنا مورال باهي نخمو في الكوب دافريق قبل الكوب دي موند. اليوم لي زونسينيومون انه بالرغم اللي اليوم جربنا كارير جوش وكارير دروا علي العابدي اللي هو في التشكيله في افضل تشكيله دوري الدرجه الثانيه نتاع الدوري الفرنسي علي العابدي, انا نقولوا ان شاء الله يسمع فيه يعني كم باش تقعد تلعب حشام وتي ن تو دون با افون تي ن تو لاش با راهو ما تنجمش رياضيا, يولي علي معلول ان ديبولونابل ما يتحركش من بلاصته ما تنجمش تنحيه في نطاق نحكي المنافس. انا احنا فخورين عندنا علي معلول بالتجربه وبالكؤوس الافريقيه ويعطي ليكيب ناسيونال. علي العابدي بالحشمه وبال معناها قله ربما لوداس نقول سبورتيفمون ما تنجمش تنحى علي معلول من بلاصته. حاجه اخرى اليوم حسينا فرجاني ساسي يلعب تحت ضغط ان يقلع بلاصه في انتريو في وسط الميدان, خاطر انا اليوم نبدا بشويه بشويه نفكر يبدو لي وانه سخيري والعيدوني ما تنجمش تنحيهم وماشيين ربما اذا كان باش نلعبوا اون ديفونس اكاد فير فير دو جوار قدام الديفونس نتاعنا اللي هما العيدوني والسخيري. دونك بالنسبه لي انا عيدوني سخيري معلو لا غوش دراغر ادروات من نجم اليوم ينحيهم حتى واحد اذا كان ما صارش بليسور وقعدت الفورمه هكا. جو فوا برون طالبي باش تقعد بلاصه في ستيران بين فرجاني ساسي وبن سليمان ودالي بالرمضان بور كونستيتوي لو تريو نتاعنا. القدام جو نوفوا كو والعيدوني مش موجود في التشكيله. العيدوني سخيري سخيري العيدوني شكون الثالث معاهم ما بين بالرمضان فرجاني ساسي وبن سليمان غيلان والغيلان وغيلان وي ذكرتوني غيلان احسن لاعب في الدوري التونسي خلينا نقولوها بكل صراحه. دونك 4 جوار بور اون بلاس بور كونستيتوي ان ميليو تيران اذا كان باش نلعبوا اون 4 2 3 1 تصور قدام لي زيكيب لي زيكوري الكبار هذوما. القدام اش عندك لا سيرتيتود؟ لا سيرتيتود سي بالنسبه لي انا وهبي الخزري. وهبي الخزري سي لا سيرتيتود. اسمعني يعني قلت لك في الفرون دو لاتاك انا في الثلاثه اللي قدام شكون باش يقعد لك؟ باش يقعد لك نعيم السليت اليوم إلى تي تري بون, يوسف المساكني اللي بالنسبه لي انا وقلتها ديجا جي فيها امتي تويت انا في وسط الماتش اي في وسط الماتش الى انديسبونسابل يوسف يعني. شوف تقول لي حاضر ماهوش حاضر كبر فيزيكمون ماهوش حاضر يا خويا الى انديسبونسابل. انا بالنسبه لي انا كره القدم ديما فيها شويه هبله الهبله ماجي ماجي لا ماجي الهبله السحر سميها تحب الالمعيه اللي تحب انت مهما يكون التوصيف ولا الكاليفيكاتيف. يوسف يعطيك الحاجه اللي ما نجمش يعطيها حتى ملاعبي في ليكيب ناسيونال. دونك قلت سليتي
يوسف المساكني، فخر الدين الجزيري استاتيكمون عودت البونت يمكن 10 مرات سيف. سيف يا ربي عودته 10 مرات يا خويا، تشوف الديتونت وكومون يلا كوبي لا تراجيكتوار، سي لو بوتور او لافونسونتر راسي هاك القدم نتاعنا. معاهم شكون؟ مع سيف الجزيري في راس بالعربي اليوم اون تري تري بون ميتون، اون تري تري بون، اون ا بوزوان دان غوشي سور لو كولوار دروا نجم يدخل برشا الوسط باش ينجم يفرهد لا ينجم يجو لو رول هذايا في راس بالعربي ولا اكثر نعيم سليتي. شوف نجم تلعب راهو ان 4 3 2 1 دخل في راس في العربي ويوسف المساكني يلعبوا تحت اتاكون، ينجموا تحت شو لا ديفونس كات بعد في وسط التيران الخمسه نتاعك كيفاش باش تحطهم وعمليه التنشيط سكون ابل انيماسيون واحد هذا لازم نخليوها للراجل اللي يخدم على روحه مش تعطيو دروس احنا هي ماما اراء فنيه وبرا. لكن انا يبدو لي فما سداسي او سباعي كان ما صارتش دي بليسور ان شاء الله ربي يبعدهم عن اصابات لاعبين المنتخب وما صارتش مي فورم، خاطر ما تنساش قلت انت فما لا دوبل كونفرونتاسيون مع ليبيا ولي شامبيون اوروبيان اي عرب باش يبداو يمشيو السنه، راهو في بالك لا تروزيام سيمانه نتاع اوت باش يبداو الدوري العربي الكل وبيان سور باش تبدا اوروبا كذلك. دونك ما يوصلوا لاعبيه ليكيب ناسيونال للفاز فينال نتاع كوب دي مونت الا على الاقل باش تلقى في ساقيهم 10 12 ماتش نتاع الدوريات نتاعهم، دونك باش يوصلوا ان شاء الله في فورما باهيه بحول الله. دونك بالنسبه لي انا معلول طالبي برون دراجر قيد علي عايش خويا باش كان من الاحياء ان شاء الله احنا في نوفمبر، سخيري عيدوني اخزر اعطيتك سبعه باش يكونوا موجودين بحول الله، هذوما سبعه في انتظار الاربعه الباقي باش يكون لك. فما اربعه فما ثلاثه يتعاركوا على بوست في وسط التيران مع عيسى ومع سخيري، نعاود اليوم بالرمضان بن سليمان وفرجاني سيسي وغيلان زاد عاد وغيلان فوالا اربعه يسون كاتر. وبالنسبه للقدام عندي لا سيرتيتود سي خزري سليتي مساكني سيف الجزيري في راس بالعربي باهي قال الكل كل الكاج الكاج يا اخي لا الكاج نورمال مو الكاج نورمال وما ادراك ما الكاج نورمال مو ما نتكلمش عليه بشير ما بدلوش عليه الراجل موجود يلونشين لي ماتش. فما حاجه اخرى احنا في تونس ديما نقولوا 3 4 2 1 4 4 2 5 4 1 انا شوف في فرنسا يقول لك 1 4-3-3 le gardien il fait partie de la défense. Donc اليوم حتى pour la communication la cohésion la symbiose la symbiose التفاهم la communication surtout يلزم الرباعي متاع الدفاع أو على الأقل ثنائي محور الدفاع تكون عندهم علاقة ساعة إنسانية قبل ما تكون فنية وتكتيكية مع حارس المرمى كبيرة برشا ريتو التريونجل هذا دوز أكسيو وراهم الجارديان هذو لازم يكونوا متفاهمين وصحاب بالقداب القداب. دونك فماش عليهم باش تنحي بشير بن سعيد من البلاصه نتاعو. هو نقطه مهمه ايمن الشوا بالنسبه خاطر في اللاعبين في السكوليت اللي حتى الكوتش قيس اليعقوبي فما لاعبين نهايه عقد مع الفرق نتاعهم فما اللي باش يخرجوا من الفرق نتاعهم، نحكي هنا على منتصر طالبي اللي منتظر انه باش يغادر الفريق نتاعو باعتبار انه مشى للرابطه الثانيه، دونك وهبي الخزري كيف كيف ديلان برون كيف كيف، دونك مهم جدا الاختيار الرياضي تاع الفريق اللي باش يلعبوا به اللاعبين هذو على المستوى الرياضي انهم يضمنوا لرواحهم انهم على الاقل باش يكونوا موجودين في ال11 الاساسي. وهبي ما تخافش وهبي انا متاكد وهبي بشاقة. وهبي خايف شويه وهبي انا من الكلام اللي تقال وهبي عنده مشكله واحده راهو سي السالير نتاعو عالي عالي هو هذيك المشكله لكن رياضيا وهبي تروف رابرور اليوم نحكيو حتى راهو على جمعيه كبار في فرنسا هذا فرنسا خاطر انجلترا الباساج نتاعو في البريمير ليغ ما كانش نقول ربما ما يخموش فيه لكن وهبي في السوق وهبي مطلوب يخوف فقط الواحد نتاعو بعد فو ديلان برون اتونسيون ليكيب نتاعو تحت من ديلان برون عدى موسم معناه محترم جدا واتفورد تخمم فيه في فهمت محترم جدا زاد ما فماش على كل مهم الاختيار الرياضي في خاصه كما قلت انت البطولات باش تبدا سخيري توسي كونفواتي اتونسيون حبوا عليه برشا فما اللاعب اللي يلعب معاه مشى لبروسيا دورتموند صعب صعيب باش يسيبوا في زوز لاعبين من وسط ما يمكن استخلاصه من هذه المباراه وليد ممكن استخلاصه الأول مقابلة لجلال القادري في ملعب رادس نجح فيها على مستوى الأداء وعلى مستوى النتيجة لا لعب مالي مش أول مقابلة لا الأول مقابلة في التصفيات في التصفيات ديما شو قعدت أنا ديما راهو المقابلات تاع مالي جاو في ستوبر اليوم جاو في ظرف خاص
ونجح فيهم جلال قادري بامتياز على الأقل على المستوى الذهني وعلى المستوى البسيكولوجي وعلى المستوى الديسكور اللي وصلوا للاعبين. خاطرنا إذا كان المنتخب نجح في الزوز مقابلات هذوك مش كرويا ما عديناش أحسن مقابلات. لا لا كنا أوت كنا أوت الحقيقة ذهب إيه، لكن كان فما روح فما جرينتا فما رغبة فما لاعبين يلعبوا تحسهم حتى من أجل صحيح بلاده ومن أجل المدرب ومن أجل المدرب متاعهم. تيوز وليد وليد أوكي من أجل بلاده ومن أجل الدراب ومن أجل المدرب متاعهم ومن أجل التأهل إلى كأس العالم أكبر تظاهرة كروية. هذه ما تستحقش لا موتيفاسيون ولا سبيتش ولا حد شيء، دونك حاجة واضحة. أنا أحب نضيف حاجة، أنا فرحان برشا اليوم أنه ماشيين للمونديال إن شاء الله يا ربي بطاقم فني تونسي الحمد لله 100%. أنا نفرح ديما ونشجع المدرب التونسي إن شاء الله ربي نجحه جلاله وبقية الطاقم متاعه بيان سور علي وسليم والبقية الكل. هذا واحد. اثنين، لاعبين المنتخب في مصلحتهم أن يكونوا في توب متاع الجاهزية في المونديال. علاش؟ لأنه أكبر محفل كروي في العالم بش يصير وبش تكون الأنظار متاع الناس الكل على ملاعبية متاعنا. أوكي دونك اليوم باش نحبوا نحكي بلغه الوطنيه، بلغه المريول، بلغه الجرينتا. خلي خليوها المعلقين اخويا يشيخوا رواحهم في الماتشات كي يعلقوا، خلي يشيخونا. انا جاي تصريحات قيس. فقط نحب نقول راهم بالنسبه للسوق نتاع الملاعبيه وبالنسبه للبورصه نتاعهم تطلع ولا تهبط، يلسون اوبليجي باش نقول باش يعملوا اون بيرفورمانس ماستر كلاس من بعد نتعداو الدوزيام تور وما نتعداش حتى سور لو بلون انديفيديوال من مصلحتهم انهم يظهروا ويبانوا. نمشيو لرادس موجود معنا، محمد هادي بخوش معاه مجموعه من الملاعبيه. مساء الخير، مرحبا هادي. ايمن معنا نعيم الاسليتي، هو اللوم دي ماتش اللي دير اليوم لوم دي ماتش نعيم ماتش اكسبسيوني بو نعيم. السلام عليكم. سورتو فو فيليسيتي ليكيب افون بارلي دو موا جو بونس كون ا جو دو تري بو فوتبول. Dernier temps, en plus, je sais qu'on était un peu critiqué au niveau offensif, qu'on ne marquait pas ses buts, même si ça reste la Guinée équatoriale. Mais voilà, toutes les équipes en Afrique, c'est difficile de jouer. Première mi-temps, c'est une très belle première mi-temps, sauf qu'on ne marquait pas. Et après, deuxième mi-temps, le but, je pense, il a débloqué un peu la situation. Et après, on aurait pu mettre peut-être 5-6. C'est très bien de voir, on prend du plaisir avec cette équipe. Il y a beaucoup de mouvements, ça joue vite. Il faut continuer comme ça maintenant et il y a des bons matchs à venir. Non, bah après chacun a son style. Je ne crois pas pourquoi on devrait faire des différences. On jouait bien avec Bête, on joue aussi bien maintenant. Donc, pas de différence. J'aime pas faire ce genre de différence. J'ai aimé les deux et j'ai été honoré de travailler et de jouer pour les deux coachs. Donc, voilà, je ne veux pas faire de différence. هذاك نعيسى العيدوني معنا فرجيني السيتي فرجيني ألف مبروك يا أخويا على كبيرو معنا أونديريكت يو إف إم مرحبا بك ساعة. ألف مبروك 4-0 اليوم المنتخب الوطني التونسي خدي يعني ينطلق به في قبل كوب دافريك 2020. الحمد لله اليوم عملنا ماتش كبير مثل الأول كان ثم ريسيت زي ما تركزنا أكثر كان ثم أكثر كونسنتراسيون أكثر تركيز الحمد لله وفقنا ربي وكان ثم الفيديو وفقنا ربي ماركينا 4 بونت وكنا نجم ماركيو أكثر خلنا ناخذ الماتش السيريو نبداو معنا أول ماتش في كاليفيكاسيون يعني بربح بسكور كيما هكا حالة تعطينا المعنويات أكثر باش نمشي إن شاء الله لبوتسوانا غادي نجيبو 3 بوان. عشان علاش الكيب ناسيونال بالأول ما دخلتش كيما يلزم لكن دوزيام ميتون ما شاء الله البونت ويك لي زوكازيون لا مش ما دخلناش دخلنا سي نورمال هذاك اول ماتش ليكيب ادفيرس عطو موتيفي وحبوا يتفشاو لكن بار دي مينوت لهنايا من بعد شدينا بزين الامور وخلقنا برشا فرص وسي نورمال هذايا عادي معناها مش تلعب مع ليكيب مش ممكن يخلوها توصل الاخر وتقعد تكون عندك دونك لما دي امور فابل نحاولوا يخرجوا باقل اقل اضرار دونك فوالا هذاك اللي صار الحمد لله لو بليز امبورتون هو الربح بسكور والمانيير كانت باهيه دونك تاو نركزوا الماتش الجاي. كان قبل كوب دي مونس كمل في قطر منتخب تاو في المنتخب. ميرسي بوكو هذا كان معنا فر جيني فيسي مباشرة على ياسين نحاولوا ناخذوا بعض اللاعبين الاخرين ايمن.
واضح جدا هادي بخوش بتبيع تطلب كلمة في وقت ما عندك ملعبية أخرين ولا تصريحات أخرين. ناخذ كلمة الختام وليد وقيس اليعقوبي. وليد ما يكون استخلاص شوية، اسمعنا شوية تصريحات نتاع ملعبية، عندك شيء ما تعلق على بعض؟ نحب نحكي على الحقيقة على يوسف المساكني. شو يوسف المساكني تنجم تحبه تنجم ما تحبوش، تنجم يروق لك ينجم يروق لك، شليك اليوم تحبه ولا تكره، يقعد الأحسن لاعب تونسي في العشرين سنة الأخرانية. عارش كان كوتش قيس اليعقوبي وفقني ولا يمكن من حيث الموهبة فما شكون معاه، معناتها نحكيه ويمكن على ياسين شيخاوي. أنا بالنسبة لي الاسم يجي بش أقول لك يوسف ياسين ولا ياسين يوسف في العشرين سنة الأخرانين أحسن ما أنجب كرة قدم تونسية. يمكن الإصابات هي اللي قلقت ياسين شيخاوي في المسيرة متاعه، ولكن يوسف المساكني بعدد المقابلات اللي لعبها مع المنتخب الوطني التونسي، بعدد الأهداف اللي سجلها مع المنتخب الوطني التونسي، بالمقابلات اللي كان فيها حاسم مع المنتخب الوطني التونسي، تنجم ما تحبوش، تنجم تحبه وتنجم ما تحبوش، لكن ما تنجمش تقول إنه كان حاسم إلا ماركي الاستوار مع المنتخب الوطني التونسي. الحمد لله انه فما لاعبين اخرين زاد هاي من اليوم كما فراس بالعربي، كما علي العابدي اللي رغم عنده مسيره معناتها طويله شويه مع المنتخب لكن ما كانش موجود وما كانش حاسم برشا مع المنتخب الوطني التونسي، فرصه ليه قبل المونديال باش ياكد انه ينجم يكون موجود وينجم ربما ينافس علي معلول في المكان تاع ظهير. انا محمد دراجر نسمعه يتكلم. هادي بخوش معنا محمد دراجر من الاخر. الحمد لله أربع شهور تالي في نوفمبر في كوبا عرب ما لعبتش برشا والحمد لله طولت شوية سيزون، عملت برشا ماتشات أما من الأخر خدمتي والحمد لله الحمد لله. قلت مازال معنا محمد رجلي بعد السيزون طول المومو باش نرجع لنوتنغهام، عندي كونترا في نوتنغهام وقت الحالي نرجع لنوتنغهام إن شاء الله. محمد سبب من أحسن سيزون خاصة بعد الكوبا أرابا تعديل محمد دريك. الحمد لله نجم نعمل مخير مشيت بوبجكتيف للسويسرا مش نلعب نرجع ثقة في روحي وفيزيك مور. الحمد لله الكوبا أرابا عاونتني برشا وكملت الكوبا فيكم بعد كملنا السيزون به. محمد دريك نقوله الكريم نحس يلعب قلبه مع الكيب ناسيونال حاجة مثيرة ماذا بينا نشوفوها في جواريتي كلها. هو بلاد مش بش نقول لك ما نحسبش ذولي كل واحد يعرف نحط ماريو تونس محمد أخي. هذي كان نجم طمن على إصابته محمد دراجن ماش كان مزال بحذيك محمد في المباشرة محمد شو سؤال الأخير على إصابتي كان طمن عليه على شين؟ إصابة انت يعني كنت عرفها نشوف مع الدكتور وإن شاء الله نحضر الماشي بوتسوان. ماشي هذا كان محمد دراجر. خلينا ناخذ نشوفوا نرقص يكون معنا من الجواري القديم ياخذ حاليا معنا اديس الفينال سمحه الحمد لله اليوم كانت بوا عملنا بارتيشن فون مازال معنا نيش الفينال. اولا بعد ما كان اول بونتو هي ميتون الاول عندنا برشا فرص من ماركيناش اما الحمد لله مركينا باكل في ميتون الثاني وان بليس هما خذوا ورقه حمراء ومن بعد بدا اللعب من الانتيتي نتاع الكيب ناسيونال اللي حبينا نلعبوا فيه بدا بعد ما مركينا اول بونتو. وي سبعة الحمد لله وي وي سبعة عندي بلاصه صغيره ما فيش حاجه كبيره اما دوك والميديكال ستاف قاعدين يخدموا معايا وان شاء الله نكون حاضر في اقرب وقت. اذا كان انيس بن سليمان معنا يوسف المسكين الناس ما يوسف المسكين في المشكله اليوم هاي سوسو في طوم انا نزلنا على الدبسير برشا مي مالوزمون ماركيناش دمي طوم ماركينا على خاطر الدبسير تعب دمي طوم وجيت الواقع حمراء اثرت عليهم. الحمد لله يعني اليوم كانت أداء ونتيجة وفرحنا لله اللي جات تفرجت فيها. نزل معنا يوسف مسي. إن شاء الله واحد يكمل هكا يعني زي مش زي واحد كان مركز على البنك وكي يدخل إن شاء الله ديما يعاون الحق مش كان أنا يعني حتى اللي اسمه جزيري معنا أول ما دخل والكورة مسا دخلت الحمد لله اليوم ريشيت كبيرة نطور إن شاء الله ريشيت أداء تمشي معنا
حتىك شن نتامر نفوت نفوت كأس العالم. اليوم دوبلي اليوسف ما شاء الله قبل الكوب دي مونت دوبلي دوبلي. الحمد لله دوبلي جت وقتها. أنا بعد خدنا من أصحابي اليوم اللي عدوا ماتش كبير خلنا نحنا كمان عطينا البلوس إن شاء الله نكمل أوكي ومعنا اللي سيديران يتزلي كما أقوله وفماش ما حسنا هكا لتحضير كأس العالم فماش كان هكا لتحضير كأس العالم عنا فرنسا في كوب دي موند عنا دنمارك شنية خيك شنية رايك في القرعة اللي جيت لتون الشغل القرعة فما اي بالنسبه بالنسبه شوف فماشي كي درايف على كاس العالم ولا هذيك هي قرعه ونصورها قرعه عادله معناها قرعه باهيه يعني فما بس كل فما كان فرنسا نصور هي اللي بعيد علينا شويه في النيفو اللي على ماتش ما تعرفش عليها معناها احنا باش نكونوا مركزين من اول تورنوا لاخر تورنوا وان شاء الله يا ربي نكونوا حاضرين هذيك الحاجه البلوز امبورتونت اللي مفهمش إصابات وفهمش عبيد معناها مش أنفور معناها مش قادة تلعب في اللي كنت بتاعها هذاك المهم ولكن معنا يوسف اللي مسكني في المباشر نشوف شكون معنا علي العابي علي في المباشر على راديو FM علي ماتش ممتاز علي لعبت اللي سلم على طارق سلم على طارق ايمن بالمباشر علي العابي سلم على طارق شنو يحب يقول له طارق سالم لحظه لحظه هيتو بالله كيف ما امكن الموتيفاسيون اللي تعطيني فيها بالكلام نتاعك راني نزيد نخدم اكثر قول له انا من الناس من الناس راني كي واحد يا هادي بربي هات علي هادي تسمع فيا ولا هادي يفضلك كيف ما كان يقول له قيس يعقوب يحب يحكي معك في المباشر قيس يعقوب يقول له معك ويسمع سي قيس مرحبا علي صبا اي مبروك علي مبروك الانتصار ومبروك لو ديبو ان طونك تيتولير مع ليكيب ناسيونال اسمعني علي باش انا نعرفك مليح ودربتك وجو كونيتي كاليتي شوف مش من فراغ انك يقع اختيارك parmi l'équipe type نتاع ليغ 2 وتبعناك وشفناك وتي ان بوليفالون كي جو ا دروات اي ا غوش قلتها قبيله وانت ما تسمعش فيها وباش نعاودها وانت تسمع فيها علي بلوس دوداس بلوس دوداس علي ما نحبكش عاقل ما تكونش فوتبول فيهاش عبد عاقل افيك بلوس دوداس و بريز دينيسياتيف وخذ ثقه في روحك تنجم تو بو اتر بلو بيرفورمون اوكي ماكش خايب اليوم تو بي اتر بلو بيرفورمون هاي الموتيفاسيون يعني العابدي هاي الموتيفاسيون ميرسي بوكو سي قيس نعرف كلامك نعرفك انت دربتني وعطيتني برشا معناها حتى كي كنت درب فيا تعرف الشخصيه نتاعي انا من الناس من اللي ما نحبش نتكلم برشا في الميديا ومنحب وانت تعرف شخصيتي معناها حتى في الـ في الـ في, الـ في الجروب ديما تعرف اللي انا راني جوار عندي شخصيه وما معناها مانيش في الجوار ينهبط التيران نبدا خايف ولا نحسب ولا تعرفني نلعب ما غير حسابات وانت قلت لي الجمله ذي قلت لي انت راك تلعب ما غير حسابات يلزمك شويه تولي تحسب شويه ربي يوفقك علي بون كوراج علي بون كوراج نفرح لك برشا عايشك يا علي عايشك عايشك ميرسي بوكو عايشك واضح هادي مازال عندك ملاعبين بعدك اي اكيد ما تحبناش نروحوا هادي نحبوا نروحوا هادي نحبوا نروحوا هادي مع السويه هادي هي كاويز كان سيف الجزيري معك سيف الجزيري أي كمل لنا سيف الجزيري خروا كنا في المنتخب واللي يكون أجر في يكون موجود أهم حاجة مصلحة المنتخب مازال معنا سيف الجزيري لكن نحضروا لازمنا برشا ريكوبيراسيون في اللي عندنا في باش نمشي لبوتسوانا وبعد باش نمشي لجابون بليز امبورطون ماتش بوتسوانا الماتش الجاي اللي هو الكاليفيكاسيون كوب دافريك ومن بعد نحكي كيف بتركي العاده مع ليكيب ناسيونال الحمد لله والله نخدم على روحي بليز امبورطون اللي كل ما نحبس نعمل ديفيريس الحمد لله صحيح مستقبلك مع الزمالك سيف الناس الكل يسالوا على مستقبلك مع الزمالك والله بالنسبه لي انا عندي عقد مع الزمالك يوم 2025 وكهو يعني صبا جوك مع الزمالك مع نحترم العقد ونحترم كل شيء
وعلى فهمت الناس كل هذا كان معنا طيف الجزيري ما عرفش على الوقت كان تحب تروح ولا كانت معنا مثل معنا جوهرية يز يحب الناس كل تحب تروح والتليفونات من قبيلة قاعدة منا ومنا شبيك تولى روح شبيك يزي بلا ديجا غير درجين وصلنا براتيكمون لنهاية الحسم تاني أعطيك صحة هادي شكرا على التأمين التصريحات هذوما كل تحية ليك زادة حمزة المغيربي أعطينا كلمة ختام الوليد باش نكملوا كلمة ختام ليلى لي قيس يعقوب كملت كلمة ختام تحب كلمة ختام نكملوا انسينمون بعد لي ديكلاراسيون تاع الملاعبيه بعد ماتش اليوم لي جوار اللي على البنك يحكيوا بلغه كاينهم دي تيتولير دونك فما منافسه شريفه جدا ثم هناك اجواء صحيه تعرف لي زيغو في الفيستير مشكل ديما نتاع المدرب هو الفيستير لي ستار لي بيناسيونو نتاع الدوري التونسي دونك ان شاء الله دابري اللي قاعد نسمع فيه دونك الاجواء حاجه باهيه برشا حاجه ما حكيناش عليه ولازم نحطوه في الاعتبار ومهمه جدا الفتره ذي نورمالمون اذا كان ما جاتش كاس عالم وفماش تصفيات افريقيه الملاعبيه المنتخب هذوما راهم كلهم في الشطوط وفي البحورات واللي في تايلاند واللي في اسبانيا واللي في تونس في قطار ليبيا ولا جربه دونك راهي صعيبه برشا على الملاعبيه ماهي سهله صعيبه برشا على المدرب صعيبه على الناس الكل دونك امتحان في ظاهره كان سهل لكن مفخخ فيه برشا مشاكل تعديناهم اليوم الحمد لله ان شاء الله دراجر يبدو لي البلاسور ماهيش حاجه كبيره المهم ما عندناش في المركز هذاك انا رير دروا دوميتي عندنا مشكله لا علي نجم حتى علي نجم دوميتي قلت لك دوميتي انا اليوم حاجتين عجبوني علي كي تعدى ادروات الى ايتي بلو بيرفورمون وكذلك الملاحظه نتاعك انت نعيم السليتي كي تعدى على يمين تغيرت برشا حاجات الحمد لله هذوما ما نجم يكونوا كان بونوس للمدرب باش كي تصير مشاكل يلقى حلول بالتوفيق دائما للمنتخب وبالتوفيق دائما للكادر الفني التونسي في 10 ثواني العقليه اللي تكونت اللي يحكي عليها قيس اليعقوبي البطوله العربيه الفتره اللي عداوها الاولاد مع بعضهم وكاس افريقيا بمعرفتها من صعوبات ومن مرض نتاع الكورونا ومن برشا تعطيلات ساهمت في انه الجروب هذايا اللي النوايوم تاعو سودي معناتها الناس تحب بعضها برشا عديت الباهي والخايب وشافت المر والحلو مع بعضها دوك عندنا جروب سودي الحقيقه وكله يحب بعض ما نساوش حاجه ان شاء الله لاباس مرياح كذلك صحيح. وان شاء الله يرجع اتون واذا كانوا يبدا بيرفورمون مرحبا بيه في ليكيب ناسيونال يعطيك صحه قيس اليعقوبي يعطيك صحه شكرا وليد قرفيله شكرا الناس كل كنتوا في المتابعه والاهتمام تحيه كبيره باشا لكل فريق الاعداد ان شاء الله ملتقانا غدا في سبور بلس نرجعوا باكثر تفاصيل على مباراه تونس شكرا على متابعه سبور الاخير